طلع عمكم دهب عنده كل الامراض المستعصيه وعيان مصحيه. يعني جد فايده. ورؤوف طبعا صدق ان دهب عيان. صوري بقاله اسبوع قاعد ما جنبه ما بيسيبوش. ومراته فين؟ بصراحه الراجل قلقان عليها قوي. قال ايه بيقولوا بزور ولاد عمها. امال مين بيخدمه اذا كان عيان بصحيح؟ سعاد شويه ورؤوف شويه. رؤوف عقبال ما يطلع ياكل الحمام سعاد تقعد جنب عم دهب، ولما يجي رؤوف تقعد بقى هي تطلع تذاكر. والله كل ده منك انت يا استمور. نعم هنا في مخ مش بلوزه. المهم ان يروح الاسم بدل ما نبيل مهدد كده كل شويه. الراجل المحامي ده قلب الدنيا، تقولوش القضيه بجد. والاهم بقى يعني الظاهر يعني ان سعاد واخده بالها من رؤوف. يعني ايه سافر؟ لازم تلاقوه. ده يبقى بيتهرب ولازم تلاقوه، وكمان لازم تقبضوا عليه، والا انا مضطر ابلغ اعلى السلطات، وكمان الراجل اللي اسمه عم دهب البواب ده. انا مش هاسكت. لا الحمد لله دلوقتي بقى احسن كتير. متشكر قوي يا دكتوره، انا تعبتك معايا. بالعكس انت اللي تعبت قوي. لا ابدا، اصل دهب زي اخويا واكتر. ما هو زي اخويا انا كمان ولا ايه؟ طبعا اذنك انا هطلع اشوف الحمام. اتفضل. وبعدين يا ست الدكتور انا خفيت يا عالم خلاص. وبعدين معاك انت يا عم دهب، انت طلعت عيان بصحيح، بس انت كنت بتقاوح. انا مش عيان، انا عايز اروح اشوف مرتي ما رجعتش. وبعدين بقى انت مش تسمع الكلام، انت اللي تسمع الكلام، انت اللي لازم تشوف اللي بيدور حواليك. انا عم دهب اوعى. دهب في ايه؟ اتكلم قول حصل ايه. عم دهب ارجوك عشان خاطرك. لا يا ست الدكتوره، لا مش قادر اكذب عليك، انا مش عيان. امال ايه الادويه دي يا راجل انت؟ والدكتور اللي كشف عليك. انا مش عيان يا استاذ رؤوف، تعبت بالكد عليك. كفايه بقى يا عم دهب. لا يا ست الدكتور، لازم يعرف انك كدبت عليه علشان يخرج وتتكلموا معاه. امال الادويه والدكتور كانت ايه؟ كذب؟ ده كشف عليك قدامي. أنا قلت اللي في قلبي علشان استريح، وإذا كان لازم الزعل ازعل مني أنا. تسمك إيه؟ الحق مش عليك، الحق اللي قالك تعمل كده، اللي قالك تكذب. أستاذ رؤوف أرجوك بلاش تاخد الأمور بالحساسية دي، عمر الوحدة ما بتحل أي مشكلة، وإحنا عملنا كده عشان نخرجك من الوحدة. وإنت مهتمة ليه بمشكلتي يا دكتورة؟ مش يمكن صاحبها يهمني؟ لا ما هو باين. أستاذ رؤوف أرجوك، مش أنت لوحدك بس اللي عندك مشكلة، أنا كنت عاوزة أتكلم معاك شوية. بعدين أنا أصلي تعبان، عايز اطلع استريح شوية. حتى لو كانت المشكلة اللي انا هتكلم فيها معاك دي تخصني؟ انا سعاد ارجوك ما تكملش، اتفضل انت. انا اسنك دكتورة سعاد، معلش استحمليها عشان خاطري. وانا مين هيستحملني يا عم ده؟ يبقى مش هتخرجي من هنا يا سكر. لا انا ما قلتلوش ان انا جايه هنا. يبقى تسمعي الكلام. بقولك ايه، انت مش عايزه جوزك يبقى كويس
ومريش وعنده قرشين كويسين. يا ريت يا سي محروس. خلاص اسمعي كلامي. وسيده حبعت له اللي يوجع قلبه عليك. سي محروس. الله 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 جريح، احنا هنعيط من دلوقتي. اسمع الكلام، لما يعرف انك مخطوفه هيعرف قيمتك. يا حستي ده هيبلغ البوليس. بوليس؟ والبوليس له عندنا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي تاخدي سكر معاكي جوه وما تظهرش الا بامري، مفهوم؟ الله، طب لو دهب سأل عليها؟ انا اللي هرد عليه. بقولك يا ست السكر، انا بعمل كل ده علشانك، مش كده ولا ايه يا ام محمود؟ ايوه يا اخويا ايوه. يبقى خديها جوه بقى وفهميها مصلحتها. اعمل معروف يا سي محروس، سيبنا روح. لما جوزك يسمع الكلام، هو معقول اسمع حكايه سرقوف بيه ده واسكت؟ ده يطلقني لو عرف اني قلت لك حاجه. يبقى خلاص اخلص عليه عشان اريحك. لا، يبقى خلاص تسمعي الكلام وتسيبي محروس يتصرف، ما تاخديها جوه وليا. طب يلا يا سكر يا اختي قدامي، يلا قومي يلا يا اختي. عاوزين نبطل بقى شغل الهيافة ونخش عالتقيل. انا لا يمكن اروح الاسم تاني، دي مجرد اجراءات شكلية استكمال محضر. يستكملوا؟ ما انت لازم تروح الاسم، ده تاني بلاغ، بعد كده هيعتبروك هربان. اسمك مقدم فيك بلاغ ان الحمام بتاعك اتلف كل ممتلكاته، وقدم البلاغ رسمي، يعني لازم تروح الاسم معايا. انا لا يمكن اروح الاسم، اروح علشان يحبسوني؟ مش هيحبسوك ولا حاجة. الجدع السود اللي انت اتخانقت معاه مستعد يتنازل عن حقه بعد ما عرف حكايتك. حكايتي؟ حكايتي ايه بقى؟ يو يا رؤوف اسمع اما اقول لك، انت لازم تروح تنهي الموضوع ده قبل ما يبقى قضية. خلاص انا هنهي الموضوع. ايه؟ هتروح لاسم؟ لا، هروح لعصمت. بتقولي ايه يا نوال؟ الاستاذ رؤوف راح لعصمت المحامي مكتبه. معقوله؟ وانت عرفتي منين؟ نبيل، قصدي الاستاذ نبيل هو اللي قال لي. لسه برضه بتقابلي نبيل يا نوال؟ المهم يا سعاد، انا خايفه يتخانق معاه ولا يحصل حاجه. ربنا يستر. بقولك ايه، انت عارفه المكتب بتاع اسمه في المحامي فين؟ ايه، هنروح له؟ طبعا، امال هنسيبه قلتلك بجنايه؟ انا لا يمكن اتنازل مطلقا، ولا همشي في الاجراءات الى اقصى درجه، ولا بد من المطالبه. يا استاذ عصمت، انا مش عاوزك تتنازل. نعم، امال حضرتك جاي هنا ليه؟ علشان نتفاهم. انا ما عنديش تفاهم، اللي عايز تقوله قوله في المحكمة. محكمة؟ هو حضرتك هتوصلها للمحكمة؟ أستاذ رؤوف تعالي اتفرجي يا دكتورة، الأستاذ عاوز محكمة، عاوز يحولها لقضية. أمال يا أستاذ، في قانون في البلد وفي محاكم تأدب اللي زيك. لا، ده أنت بقى اللي مش مؤدب. ودي كمان إهانة، هضيفها للمذكرة. مذكرة بمذكرة بقى، أنا هكسر المكتب ده على دماغك. حاول استاذ رؤوف عشان خاطري، مش كده؟ ما انت شايفه انا جاي اعتذر له واعوضه عن اي خساير، يوم يشتمني ويقول لي محكمه تأدبني. هو انت لسه شفت حاجه يا استاذ اسمك؟ مش كده، امال الاستاذ رؤوف ما يقصدش؟ سيبيها يا نسا نوال، انا غلطان علشان افتكرت انه انسان. شاهدين الدنيا على وينكم عشان استدعيكم شهود في المحكمه. استاذ رؤوف عشان خاطري ارجوك نمشي من هنا. نتقابل في المحكمه يا استاذ. استاذ رؤوف عشان خاطري بلاش نتكلم، يلا بينا. عاوزين نروح لاسم يا نسا سعاد؟ أرجوك نخرج الأول وبعدين نبقى نتكلم. مش غير البوليس يا دهب، احنا دورنا في كل حتة، يعني ايه هتروح فين؟ احنا معاك يا دهب، قول لنا نعمل ايه؟ يا جماعة ده مش عيلة حتى، مش يمكن حد خطفها؟ بتقول ايه؟ مش يمكن حد خطفها؟ دهب دهب سيبوه يا رجالة، أكيد هو عارف هيعمل ايه. أيوة أنا اللي خدتها، تقعد مع جماعتي. عاوز مني ايه يا محروس؟ عاوز مني ايه؟ ترجع تشتغل معايا تاني؟ لا يا محروس، لا. يبقى الست حرمك مش راجعالك. هي حصلت الحريم يا محروس. والله اللي خايف على ناسه يسمع الكلام.
بس دي مش اصول يا محروس، دي مش عمايل ولاد البلد. اضربني يا اخي، ان كنت عاوز حاجه مني خدها، بس الا الحريم عيب. واللي ما يعرفش الاصول والعيب تعمل له ايه؟ فيه بوليس ونيابه ومحكمه. خلاص روح لهم خليهم يرجعوا لك مراتك. محروس دهب، انت لازم تعمل كل اللي اقولك عليه. يعني اسرق لك تموين الجمعيه؟ لا، حاجه تانيه خالص. واذا قلت لا يا محروس؟ يبقى مراتك مش هترجع لك خالص يا دهب. قلت ايه؟ انا مش عايز حاجه من الجمعيه، انا عايزك معايا في حاجه لا فيها تعب ولا شطاره حاجة مش هتمسك خالص. قلت ايه؟ على العموم مراتك عندي في الدار قاعدة مع جماعتي، وانا مش عايز منك غير كلمة شرف. قلت ايه؟ شرف. ايوه حسن. ايه الحكاية انتي؟ كل ما هتشوفيني هتتخضي ولا ايه؟ انا جاي اطمن عليك. ارجوك من فضلك انا عندي شغل. ما جيتيش ليه في الميعاد؟ مش جايه، مش عاوز اعرفك تاني. اذا كان على الفلوس اللي اخدتها مش عاوزاها. ارجوكي، الفلوس دي انا مستعد ارجعها وحالا. ارجوك انا عندي شغل. انا كان ممكن ابلغ عنك بنت، ما سالتيش فيا. لكن معلش المره دي سامحها، استناكي بكره بعد الشغل عشان نتفاهم. واذا اتاخرتي عليا هقول لهم على كل اللي انا عارفه عن اذنك. بقى تعمل فيا كل ده؟ اتبهدل على اخر الزمن بسببك؟ مين قال لك بس ان حد خطفني؟ تاني يا بنت الناس، عايزه تفهميني ان رحت برشتاك المحروس ده معقول؟ انا كنت رايحه لقريبتي، مراته تبقى بنت خالة امي. ليه؟ عشان ايه؟ وانت عارفة ان محروس ده عمل فينا بلاوي كتير، رحت ليه؟ غلطت يا سي دهب. قرايبي قالوا لي ان محروس يبقى جوز بنت خالة امي، رحت اكلمها. عشان ايه؟ يعني انا مش حاسه بيك، يعني هين عليا بهدلتك في الحضانة وترجع نص الليل تعبان، ومحروس بقى هو اللي هيشيل عن التعب. يدفع لنا حق اللي كسره ولا يبعد عننا وما يأذناش. ايوه ايوه، هو بيتحكم فينا بنت الناس وخلاني معه يا ربي بين الخلق. اعمل ايه يا ربي؟ خلاص بقى يا سي دهب، ارجع لسرقوف تاني. تاني بعد ما رفضت النعمه برجليا؟ لا، انا هشتغل زي ما انا عاوز، وخلي محروس بتاعك ده يعمل اللي هو عاوزه. هتروحي معانا المحكمة بكرة؟ ها؟ الله، ايه مالك يا نادي؟ مالك اترعبت كده؟ بقولك هتيجي معانا المحكمة بكرة عشان نتفرج على قضية الأستاذ رؤوف؟ الأستاذ رؤوف، الأستاذ رؤوف، هو احنا ما وراناش غيره؟ هو ايه؟ كان من بقية عيلتنا؟ الله، طب ودي يعني تزعلك في ايه؟ أنا بسألك هتروحي معانا ولا لأ؟ أنا شخصياً أنا ونوال هنروح مع سعاد اهو نتفرج على القضية، وبالمرة نقف مع الراجل اللي وقف مع نواه. مش رايحة، روحوا انتوا. الله. ناهد، انا يعني ملاحظة من يومين كده انك متغيرة ولوحدك وغايبة خالص، وكمان مش عاوزة تتكلمي معاي. في حاجة حصلت؟ في ايه ناهد؟ انا يعني انا زعلتك في حاجة؟ ما حصلش حاجة يا منى، هو تحقيق ولا ايه؟ لا تحقيق ولا حاجة، يعني إذا كمان كنت عايزاني أسيب لك الأوضة أسيبها لك. لا يا منى، لا أنا آسفة أوي، أصل أنا تعبانة، تعبانة أوي. حضرات المستشارين، إن المتهم الماسل أمامكم مجرم عريق في الإجرام، وإنني بناء على ما تقدم أطالب بقرش ساق واحد على سبيل التعويض المؤقت، وانني يا استاذ من فضلك مش عايز مقاطعه. اذا سمحت يا استاذ. جرى ايه؟ انتوا مين؟ عايزين ايه؟
الحقيقه احنا بندور على على الدايره 8. مش هنا، دي اوضه الساده المحامين. يا خبر، يظهر ان احنا تهنا يا استاذ نبيل. احنا اسفين يا استاذ. يلا تعالوا هنا. لا مؤاخذه يا استاذ، اصل احنا الحقيقه سمعنا صوت حضرتك فقلنا اكيد الجلسه هنا. وحضرتك بقى بتذاكر القضيه علشان ما تغلطش فيها. متاسف، انت سمعتيني، انا مضطر اراجع مرافعتي بالطريقه دي، عشان كده جيت بدري قبل ما كل الزملاء يجي. بتحفظ القضيه بقى عشان ما تغلطش قدام القاضي، بان عليك خايف. ولا كده، على اذنك يا استاذ. انتوا عايزين ايه في الدايره 8؟ الحقيقه عايزين القضيه بتاعت الاستاذ رؤوف. رؤوف بتاع الحمام؟ ايوه. رؤوف ده انا اللي هسجنه، انا اللي هوديه في داهيه، انا اللي عصمه السايكو. ايه؟ قصدي البي كومبلكس. وبعدين المعقد. وبعدين معاك يا منى. يعني على العموم احنا اسفين قوي يا استاذ. اسفين يا استاذ، ما كانتش تقصد منى، احنا اسفين. يلا ايه؟ تعالوا هنا. لا ايه، ما قلنا احنا اسفين يا استاذ وخلاص بقى. ما قلنا ما كانتش تقصد يا استاذ. يلا يلا. ايه يا استاذ نبيل، ما تسيب، اذا كان عاوز يرفع قضيه ليا انا كمان يرفع. اتفضل يا استاذ ارفع. مش كده. ايه انا ولا انا عملت حاجه يا استاذ نبيل؟ اذا كان عاوز يرفع قضيه اتفضل. تعالي هنا يا منى. الله، احنا انت ايه؟ ارفع. عاوز خلاص يا منى، عاوز تذاكر. ايه لا ما تجيش مجنون. اسفين يا استاذ، انا عارف مكانك. يلا 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 تعالوا. يلا امال يلا. مالك يا عزم؟ مش بتذاكر ليه؟ اذاكر ايه يا ماما؟ انا خلاص اتخرجت وبقيت محامي. وماله يا حبيبي؟ لازم تذاكر القضايا. قضايا؟ هو في حد اداني قضايا خالص؟ قصدي يعني قضية الحمام. قصدي حضرتك قضية التعويض اللي انا رافعها لنفسي وموكل فيها نفسي. طب قولي بقى، عملت ايه النهارده في المحكمة؟ اقرا لي المرافعة يا عزم. عصمت. نعم يا ماما. سمعني يا حبيبي المرافعة. مرافعة ايه يا ماما؟ دي قضية خسران. عن اذنك يا ماما. اهلا اهلا يا ام محمود. اهلا يا سكر يا اختي، وحشاني. وانتي كمان. الله، امال هو فين بسلامته؟ عند سرقوف يا اختي. ومالك مكركبة الاوضة بتاعتك كده ليه يا اختي؟ ايه ده؟ ايه يا سكر ده؟ مش واخدة بالك من بيتك ليه يا حبيبتي؟ ده انا كل يوم بنضفها. ما هو باين يا الدلع عادي. هقول ايه؟ ما هو لو كان حد علمك شغل البيت وما تعلمتيش كان يبقى ليكي حق يا اختي. ام محمود، تشربي ايه؟ هو انا قلت حاجة؟ الست الشاطرة ما تخليش حد يعدل عليها. شايفة الحاجة مكركبة ازاي فوق بعضها؟ ايه الكركبة اللي انت عاملاها دي فوق بعضها دي؟ ايه ده؟ دي حاجة سيدهب. ومالها الكركبة فوق بعضها كده ليه؟ الغرض سي محروس كان عاوز جوزك دهب. هو بسلامته لسه في الحضانة؟ لا، سابها. وخلي شغل بسلامته؟ امال بتاكله من ايه؟ ام محمود، انت جاية ليه وعايزة ايه؟ جاية ليه وعاوزة ايه؟ عاوزة مصلحتك يا حبيبتي. ولا بلاش. بقولك ايه، سي محروس كان عايز جوزك في شغلانه هياكل منها الشهد. لما يجي هبقى اقول له. وهو بقى بسلامته هيتاخر كتير. زمانه جاي. طب اتمسي بالخير، ولما يجي ابقي بلغيه ان يفوت عليه بالقهوه، فاهمه؟ حاضر يا ام محمود. فوتك بعافيه. الله يعافيكي، مع السلامه. قال ايه؟ الاوضه بتاعتي مش عاجبه الست دي. مش عاجبها ليه؟ انا كل يوم بنضفها. حاجه غريبه قوي. بتكلمي نفسك يا سكر؟ دهب. مين اللي كانت عندك دي؟ دي ام محمود، مراتي محروس. عاوز ايه تاني؟ جايبه لك شغلانه جديده. انا مش هشتغل معاه، انا هشتغل مع سرقوف زي ما انا بواب العمار. والشغل اللي عارفها احسن من الشغل اللي معرفهاش. انت دهب؟ ودي قطك؟ فيه يا رجال، البيت وليه حرمته. لما تحترمه انت الاول. فتش المكان يا عسكري. منك ليه؟ على ايه؟ على ايه؟ على ايه بعد كده يا بنت؟ ما تتحركش من مطرحك، فاهم؟ فتش المكان كويس يا عسكري. هو فيه ايه؟ يكونش الاستاذ عصمت اشتكى لنا كمان؟
سكر. هو فيه ايه يا حضرتك؟ ايه الصوت؟ فتش المكان كويس عسكري منك ليه؟ تمام يا فندم. ايه ده ده؟ مخدرات؟ يا خرابي! مصدوم! مصدوم وحياتك! معرفش عنها حاجة! أو طابوس يدك! معرفش عنها حاجة! قدامي يا مجرم! يا خسك يا سكر! أنا مجرم! سكر! أنا معرفش عنها حاجة! معرفة هاشي! يبقى أقول الكلام ده في النيابة! نيابة! يا حوستي! الله! في إيه؟ حصل إيه يا حضرة الصول؟ عملت إيه تاني يا دهب؟ الحقنا يا سي محروس الحقنا! وحضرتك لا مؤاخذة تطلع مين؟ ودخلت هنا بدون إذن إزاي؟ أنت شريف! لا لا! عم دهب ده يعني زي عمي بالظبط، مربيني وأنا صغير. يعني ما حصلش حاجة، هو حصل إيه بالظبط؟ بيتاجر في المخدرات. جانا بلاغ ضده ولقينا ده عنده. يا خيبتك يا سكر! بس يا بنت مار! حضرة الظابط ده راجل غلبان ويمكن يروح فيها. مؤبد بإذن الله. يا خرابي يا خرابي! أنا مظلوم يا ناس. أكيد حطها لي. بطل غلبة. وبقول الكلام ده في النيابة. بقول إيه يا حضرة الصول؟ ما نسوي الموضوع ورقبتك. لا يمكن. القانون لازم ياخد حقه. يا سي محروس يا سي محروس ده ملعوب. ما انت لو بتسمع الكلام لكن باين عليك بتشتغل في الموضوع ده. حضرة الصول يعني بقول نتفاهم. دي تأبيدة 25 سنة في ابو زعبة عشان تبطل تتاجر في السموم دي. يا خيبتك يا سكر! اخرس يا بنت! مظلوم مظلوم يا ناس! اسكت خالص يا دهب. اخلصك من الموضوع ده وتسمع كلامي. اسمع. وحكاية رؤوف بيه يا سي محروس؟ انا تحت امرك لكن رؤوف بيه لا. يبقى خلاص خلي الخمسة وعشرين سنة ينفعوك. بطلوا وشوشة. وانت ومراتك قدامي والأوضة هنشمعها لحد النيابة ما تتصرف. نيابة؟ وانا اروح فين؟ معاه على السجن يا ست. لا مرتي لا سكر لا خدونا لو هي لا. قلت ايه؟ اتصرف اتصرف يا محروس ان كنت تقدر. بقول ايه يا حضرة الصول؟ ممكن اروح معاهم؟ عايز تخش معاه شريف؟ اتفضل. جرجروهم يا عسكري منك ليه؟ لا مرتي لا خدونا لو هي لا خدونا لو هي لا هي لا خدونا لو هي لا. أفندم. أنا حضرتك الأنسة منى اللي كنت مع الأستاذ رؤوف في المحكمة. حضرتك لسه فاكر؟ اتفضلي يا أنسة أنا تحت أمرك. أنا بصراحة جاي أعتذر لحضرتك. عن إيه؟ يعني في المحكمة أنا ما كنت ظريفة مع حضرتك. لا أبدا خلاص. يعني حضرتك مش زعلان من اللي أنا قلته؟ مطلق. تصوري حضرتك أنا قعدت أفكر في الكلام اللي سيادتك بتقوليه طول الليل. حضرتك بتضحكي؟ أصل يعني حضرتك كل شوية تقول لي سيادتك وحضرتك وسيادتك وأنا بصراحة مش متعودة على الكلام الرسمي ده. أنا آسف. لا أبداً بالعكس أنا مبسوطة قوي. يا ريتنا كلنا نتعامل بالاحترام ده. يا ريت. يا ريت تكمل حضرتك. في الحقيقة أنا كنت بفكر في الكلام اللي سيادتك قلتيه إن أنا بحفظ المرافعة قبل ما أقولها قدام القاضي. معقولة؟ معقولة أنت دايما كده يا أستاذ عصمت؟ من غير ما أكدب؟ يعني إذا ما كانش يضايق حضرتك. أنا ما خدتش ولا قضية واحدة ترافع فيها لغاية دلوقتي. معقولة؟ مش ممكن. هو ده اللي حصل. أنا بعد ما اتخرجت اشتغلت في مكتب محامي قريب ماما سنتين. كنت يا دوب بكتب المذكرة وعرضها على الأستاذ. وبعد السنتين ماما فتحت لي المكتب ده.
فعلا هايل، ده شيك قوي قوي. بس نفسي اللي اتعلمته في الكتب انفع بيه الناس. هيحصل يا استاذ عزمت، هيحصل. امتى؟ اكيد قريب، قريب قوي. انسه منى، انا مضطره استاذن دلوقتي يا استاذ عزمت. بس حضرتك ما قلتليش كنت عايزه ايه؟ لا لا خلاص، مالوش لزوم. حاجه بخصوص الاستاذ رؤوف؟ لا لا، اذا كان كل املك انك تقف في المحكمه وتترافع فانا مش عايزه احرمك من الامل ده. انسه منى، بس يا خساره مش هقدر احضر المرافعه. انا استاذ عصمت ارجوك ما تسحبش الدعوه ضد الاستاذ رؤوف، علشان ارجوك عشان خاطري. عن اذنك بقى، مع السلامه. مع السلامه. اهلا منى. مش معقول منى حبيبتي، وحشتيني وحشتيني قوي. انت وحشتيني وحشتيني قوي قوي قوي. ازيك يا منى؟ الحمد لله. ايه يعني اول مره تزوريني في البيت اخيرا؟ يعني بقى كنت هقعد في الاوضه لوحدي. الله، امال فين زميله نمبر 10؟ كل يوم كده، ما ترجعش الا اخر النهار. قلت بقى يعني اجي اقعد معاك شويه. اهلا يا حبيبتي. الله، ايه يا منى مالك؟ انا امال الجيران ايه؟ في ايه يا منى؟ لا ولا حاجه. طب الراجل اللي اسمه عصمت ده اتنازل سحب الشكوى ضد الاستاذ رؤوف؟ ها منى، انت مش وعدتيني انك تخلي الاستاذ عصمت ده يسحب الشكوى ضد الاستاذ رؤوف او يتصالح معاه؟ طيب وحصل ولا لسه القضيه شغاله؟ مش عارف. الله، جرالك ايه يا منى؟ لسانك راح فين؟ حصل ايه ما تنطقش؟ سيدي نواف، سيدي نواف، سيدي نواف، سيدي جميل ما بينطقش. ابني ولا محكمة ولا سيد. ايوه، امال مالك بقى؟ بقيت في ايدي يا سكر، بقى ماسك رقبتي محروس الكلب. وهو عاوز منك ايه تاني؟ مفيش، روحي نامي، روحي نامي. مش تكلمني، تقولي الراجل وخلصك منهم وما سابكش الا لما روحت بيتك. زعلان منه ليه بقى؟ مش مصدق اللي حصل. انا تاجر في الممنوع ويلقوها عندي وفي هدومي. جت ازاي دي؟ مين اللي دخل هنا يا سكر؟ ما فيش حد. انطق، مين اللي دخل هنا يا سكر؟ يوه بقى، ام محمود، ما فيش غيرها. يبقى هي اللي حطت المخدرات؟ ابدا. وش عرفك؟ انطقي، كنت فين وهي هنا؟ ذهب. سكر، هبحك يا سكر، انطقي. فضلت قاعده مطرحه وانا ما اتحركتش من معاها. مش ممكن. يوبا، هو ده اللي حصل. يا ويلك يا ويلك يا سكر، لو بتكدب علي. اكدب؟ هو معقول هشوفها بتحط الحاجات دي وهسكت؟
محروس الكلب ده ازاي قدر يطلعني من ايديهم؟ اهدى بس امال. اهدى؟ اهدى ازاي وهو هيذلني بالحكايه دي؟ اكيد اكيد هو اللي حط المخدرات، بس اللي هيجنني انه عمل المستحيل عشان يسيبني من ايديه. ايوه ايوه، يعني يا ذهب يا تسمع الكلام يا تاخد 25 سنة. صباح الخير. صباح النور يا استاذ رؤوف. في الحقيقه انا كنت جاي اشكرك على وجودكم معايا يوم المحكمه. يعني خلاص حاسس دلوقتي ان في ناس معك؟ بصراحه انا زي ما اكون غرقان، اوقات كتير بحس ان العالم والدنيا والبلد كلها واضحه قدامي واني عايش وممكن اعمل حاجات كتير، وساعات تحس انك تايه اكتر اكتر يا انسه. ساعات احس اني ميت واني ماليش وجود وان العالم كله ملوش وجود وان الحاجات اللي بتحصل في عالم تاني ماليش دعوه بيه. المهم انك تقدر تفرق بين الحالتين. انا عاوز اعرف نفسي. ده موضوع يطول شرحه قوي. اظن الكتب اللي عندك فيها كلام كتير عن البحث عن الذات. مش زي اللي في الكتب، انا فعلا بدور على نفسي، على اهلي وبلدي وعيلتي. تصور انا معرفش ابويا الله يرحمه اتولد فين، البلد اللي حصلت فيها كل الحوادث واللي كانت السبب في اللي انا فيه دلوقتي. دي حاجه بسيطه قوي ممكن تلاقي. بالعكس دي صعبه جدا. حاولت دورت؟ مفيش فايده. مش من اول مره هتلاقي كل اللي انت عاوزه، لازم تحاول تاني. انا سعاد، انا كنت عايز اعتذر لك اني اوقات كتير ببقى مش ظريف معاكي. لا ابدا مفيش حاجه. ان شاء الله لما تلاقي اجابات على الاسئله اللي بتدور جواك هتبقى كويس على طول. تفتكري؟ اكيد. على فكره انت ممكن تسأل في مكاتب الصحة ومكاتب الأحوال المدنية. حاولت كتير مفيش فايدة. حاول مرة واثنين وثلاثة واللي دور يلاقي. بقية المقاولة عجبناك يا معلم؟ آخر قبها. أي خدمة تانية يا عسل. بعدين لما نشوف هناكله منين سرقوه في ده. المهم اللي عارف اسراره بقى في ايدينا خلاص. ايه برضه هسافر والقضيه بعد بكره؟ احضرها انت، بطاقه المرحوم والدي طالعه من اسوان. بطاقه والدك مش طالعه من اسوان، متجدده في اسوان. وانا بقى هبتدي من هناك. طب ما تستنى لغايه لما القضيه تخلص ونسافر سوا. انت مش قلت الانسه منى هتتفاهم مع الاستاذ عصمت؟ الظاهر ما عرفتش تتفاهم. خلاص ياخد اللي هو عايزه، المهم انت تاخد بالك من الحمام. طب ودهب؟ سيبه على راحته. يعني لازم تسافر؟ انا حاجز الطياره ويا دوب. على العموم انا هحاول اقابل الاستاذ عصمت واتفاهم معاه واديله اي مبلغ عشان يتنازل عن القضيه دي. اعمل اللي تشوفه، المهم لا اروح اقسام ولا محاكم. يلا. ايه يا ساس؟ مالك يا حبيبي؟ مش عوايد؟ بقالك كام يوم ما بتقولش حاجة لماما ليه؟ مش أنا ماما حبيبتك؟ ماما. نعم يا نور عين ماما. أنا عايز أتجوز. يا روحي والله بركة، ده أنا أبقى أسعد أم في الدنيا. يا ريت يا ساسة يا ريت. يا ماما اسمي عصمت، بلاش ساسة دي. خلاص يا سيدي عصمت،
عصمت بيه المحامي. قولي بقى، عاوز تتجوز مين؟ واحدة حضرتك مش عارفاها. خلاص مادام عجبك اروح اخطبها لك. قولي بقى، عرفت هي مين؟ ابوها مين؟ من عيلة مين؟ اصلها ايه؟ بعدين يا ماما بعدين. صاصة بلاش صاصة دي. مش عارفة ايه الوجع اللي في صدري ده من الصبح وانا تعبانة قوي. سلامتك يا ماما سلامتك. مش عاوز تقول لماما عروستك تبقى مين؟ بعدين يا ماما بعدين. خش انت اوضتك عشان تستريح. بس عاوزة الحق يا ناهد، لولا كانت معايا ما كنتش عرفت اتصرف. يا اختي بعد الشر عليه، المهم تاخدي بالك بعد كده. ناهد انا مش هتغدى النهارده. تعالي ايه انت، ايه حكايتك بالظبط؟ بقالك يومين كده مش على بعض وتمشي قبلنا، ولا لازم تتكلمي ولا بتقولي مالك؟ ايه بقى الحكايه بالظبط؟ سيبيها انا ولا انا عارفه هي رايحه فين. طب رايحه فين؟ انا كمان عايزه اعرف. ناهد لا ما تخافيش مش هقولها. اسمعي بقى مقول القضيه لازم يتنزل عنها، فاهمه؟ هنا في مخ مش بلوزه. بقولك ايه، شعري زي الأمراتك. ناهد كنت عايزه اتكلم معاكي في موضوع. مش عايزه اتكلم في حاجه دلوقتي يا ناهد. ايه اللي جرى يا ناهد؟ انا قلت حاجه غلط؟ زعلتك في حاجه؟ لا يا نوال سيبيني دلوقتي. أنا آسفة على التأخير. أنا كنت خايف ما تجيش. بصراحة بصراحة يعني أنا ما كنتش هاجي. وأنا؟ إيه؟ أنت كمان ما كنتش حياتي؟ لا أنا أول مرة أقابل حد في كازينو. قصدك يعني أول مرة تقابل واحدة؟ بصراحة؟ آه. وأول مرة ما أقولش لماما أنا رايح فين؟ مش ممكن. انا اتفقت معاكي على الصراحه، بس يعني مش للدرجات يعني ايه؟ لا ابدا مش مهم يعني، ما تدخلش في بالك. المهم عملت ايه مع الاستاذ رؤوف؟ انا سحبت القضيه النهارده وهعمل اجراءات المصالحه. صحيح. طب والتعويض؟ مفيش تعويض، وهعتذر كمان للاستاذ رؤوف. ايه رايك؟ هايل هايل. ده الاستاذ رؤوف هيفرح قوي. وانتي؟ انا بعمل كل ده علشانك مش عشان الاستاذ رؤوف. ارجوك يا استاذه دور كويس، الاسم ده هو اللي عندينا مفيش. لا مكتوب قدامك اهو في الدفتر، مكتوب فيه طلعت حسن محمود وبس. والمواليد قصدي مكان الميلاد؟ مفيش يا اخي مش ممكن. وبعدين معاك انت تعبتني قوي يا استاذ، ارجوك هي دي البيانات اللي عندينا. وتفضل بسلامه بقى يا اخي. قالوا قدم طلب رسمي، قدمت دمغه وبيانات ومش عارف ايه، دفعت كل ده في الاخر تقول لي مفيش بيانات؟ مش معقول بقى يا استاذ، انا ما فضلكش، هي دي البيانات اللي عندينا، انا ورايا شغل يا اخي. روح اسال في مصر يمكن في الاداره هناك يقولوا لك. وتفتكر ممكن نلاقي حاجه في الاداره؟ اصل اللي بتجري معاك دي تاريخها قديم قوي، واحنا نظام التسجيل عندنا جديد، والظاهر ان والدك ما كانش عايز حد يعرف هو مين. بقول لك ايه، ما تروح تسال في العنوان ده يمكن حد يدلك ولا تعرف حاجه تلمك. تفضل. احاول عن اذنك. يا سعاده البي، ما حدش عارف الاسم ده هنا واصل. ما مش هو ده بيت نمره 27؟ ده بيت المنجوري. يعني مش نمره 27؟ البيوت هنا ملهاش نمره. اقول لك روح الناحيه الثانيه. 50 شكاره ماشي. انت عليك تقول له كده.
وانت بقى عرفت طريق عيلته ازاي؟ ايه ده؟ انت مش عايز تساعده ولا ايه؟ وانت بقى اللي هتساعده؟ بصراحة عايز اكسب قرشين. طب قولي وانا اجيب لك القرشين اللي انت عاوزهم. ايه ده؟ انت مش عايز تشوف ابنك ولا ايه؟ بس محروس بس رقوه زي ابني واكتر. اعمل اللي بقولك عليه. رؤوف هيفرح قوي. بس بقولك ايه، مش عايز اي حد من اللي يعرفهم سي رؤوف ياخد خبر. من شارع لشارع ومن حاره لحاره لفيت اسوار حته ومفيش فايده. تعبت. انت بقيت عصبي قوي يا رؤوف. من اللي بشوفه من الناس. لكل انسان ظروفه، والناس من حقها ما تصدقش. انا بدور على اهلي، على البلد اللي اتولد فيها ابويا وامي. من غير زعل، الناس برضو من حقها انها تشك. وانا مش عايز منهم حاجة. لا انت عاوزهم كويس اوي. مش راضين يساعدوني. طب اهدى، انا هعرف مكان عيلتك وبلدك. انا وعدتك بكده. واضح جدا انك دايما بتنسى وعودك. حتى انت يا رؤوف، اللي يخلف وعده مرة واحدة ممكن يخلف كل وعوده بعد كده. صعب يا رؤوف، الكلام اللي انت بتقوله ده صعب قوي. ما كانش صعب على نوال؟ تعرف يا رؤوف، انا مستعد اعمل اللي هي عايزاه. بعد ايه؟ بعد ما فضيت؟ بعد ما ظروفك سمحت؟ بعد ما بقيت انت عايز كده؟ رؤوف، نوال هي السبب ان انا ما كملتش دراستي. كنت عايش فترة طويلة في ضباب. احيانا كنت بحس ان انا اللي بعمله ده كله صح، وان انا فعلا ما كانش لازم اتجوز نوال، كان لازم اكمل دراستي. كل اللي عملته ده كنت خايف قوي على نوال. لا، انت كنت خايف على نفسك. رايح اوروبا ومش عايز في حاجه تربطك ببلدك. فعلا كلامك ده فيه شيء من الصح، بدليل ان انا فكرت ورجعت تاني بلدي. بعد ايه؟ بعد ما عملت ماجستير واشتغلت وبقى معاك فلوس؟ انا مستعد اني اوعى تكمل. عارف اللي انت هتقوله، انك مستعد تتنازل عن كل حاجة في مقابل ان نوال ترجع لك. طيب تقدر انت تعمل كده يا رؤوف؟ هو انا قادر اعرف نفسي؟ هو انا عارف حتى مكان عيلتنا فين؟ عاوز تعرف عشان ايه؟ عاوز اعرف اللي انا عشت فيه السنين دي كلها كان صح ولا غلط. خلاص يا رؤوف، يبقى انت تقدر تخدم نفسك وتخدمنا كلنا. ريت. لازم تحدد انت عايز تعرف عيلتك عشان ايه؟ عشان تحب وتسامح، ولا عشان تنتقم؟ كل اللي انا عايز اعرفه، مين اللي قتل ابويا وامي؟ شفت يا رؤوف، انت زعلان علشان الحاجات اللي انا عملتها، ومع ذلك بتعمل نفس العمل اللي انا عملته. انا؟ ايوه رؤوف، سايب اللي قدامك، سايب مستقبلك، وعمال تدور على ماضي عشان تحاسب عن حاجات فات عليها زمان. ومين قالك انها فاتت وبقت زمان؟ انا لسه عايش فيها لغايه دلوقتي. حاولت اعيش معاكم زي ما انتوا عايزين، لكن كانت ايه النتيجه؟ انت مثلا طلعت طماع وغشاش وغيرك كتير. لا يا رؤوف، في ناس كتير مش طماعين وغشاشين، في ناس كتير مخلصين برضو. هما فين؟ حواليك. مش باين، بس انا هعرف اخد حق ازاي. ولسه انا خطاوي الرحله واخدانا، تشرقنا تغربنا وفرح الدنيا.